الجمله دي كل اللي موجودين يقولوا كده. لا هي مش كده. كنا احنا نقول كده. لا انا عاوزها يعني شوف جمله يخطف في المية قبل ما وتريل على يعني كلنا بقولها. هو جايبها من الطين. ضميره من الطين من زمان. مظبوط. فالمدينه مش هتضحك عليه صباح. بالظبط كده. فكنا بقول حاجه قعدنا اسبوع وطبعا سجلنا التاريخ وابتديت الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل ربي ان انا يعني اشتغل في السوق مع الفرقه المسيحيه ومع الاستاذ محمد. انطلقت بقى ايه المسائل؟ انطلقت المسائل. انطلقت مسائل. وبعدين الحمد لله سافرت يعني سافرت كذا بلد بره وامريكا ورحت رحله كمان كانت مع السيده جهاد مرات الله يرحمه والسادات. كنا رحلة كانت جميلة جدا 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 جدا. رحنا كذا ولاية وكان احنا كنا خماسي. كان الأستاذ كامل عبد الله والأستاذ جورج ميشيل وكان الأستاذ عربي ربنا يديله الصحة والعافية وكنت حضرت أنا وكان الأستاذ الدكتور عاطف إمام. يعني عملنا شغل في غير طبعا كان السفريات بقى اللي كانت مثلا في الخليج لندن باريس. وبعدين اختاروني أنا يعني الأستاذ كامل هلال وكان أول عازف الحمد لله هذا من فضل ربي أول عازف كمانجا شرقي يعزف مع الاوركستر حاجه شرقي مع الاوركستر. اظن حضرتك كنت موجود معانا استاذ اشرف. اتذكر والله لا ازاي كنت موجود حضرتك حتى كنت موجود معانا حضرتك كنت انت كنت ليدر في الاوركستر بقالي سنوات طويله كنت ليدر حضرتك في الاوركستر وعزفنا مقطوعه. فكان الحمد لله هذا فضل النبي يعني هذا فضل ربي ان كمانجاتي شرقي ان هو يعزف مع الاوركستر. ابتدى الحمد لله الاوبرا كرمتني وكمان لما كنا رحنا مهرجان في السعوديه بابها برضه سمو الامير خالد الفيصل كرمني وكان المصري الوحيد في الفرقه اللي هو اتاخد واتكرم. وزائد طبعا اشتغلت بقى طبعا مع مخصوم وبعدين بقى طبعا فايزه ونجاه يعني كل الكم ده يعني ما بخليش من الصغير للكبير الحمد لله. يعني اعرف ان اي حد بيخبط على بابك بتاخد الكمان وتعزف على طول. لا ما في صحيح حكايتي طبعا ما تقولش لا في حاجه ابدا. حضرتك لما قلت لي تعالى قلت لك عادي مثلا. طيب انا عايز اللحظه اللي انت واجهت بيها الناس كسوليست يعني تقف تعمل حفله لوحدك. يعني انا عارف ان ديت حصلت بعد وفاه ام كلثوم والحثناوي الله يرحمه هو اللي عمل الحاله ديت ووقف وقال اغاني ام كلثوم. صح صح. هل نقدر نقول ان انت اللي ورثت الحاله دي وصعدتها وقفتها على رجليها؟ نحاول ان احنا نرجع للناس الحاجات اللي هي احنا بنقول عليها اللي هي متطوره. صوفي يقول لك احنا دلوقتي في تطور. هو اللي قبل كده هو اللي فيه تطور. يا سلام. امان ما هو انا بقول على الزمن اللي هو الاصيل او الزمن اللي كان قبل كده او اللي احنا برضه عصرنا. هو في تعبير الزمن الجميل زمن. ده تعبير الناس كلهم بتقوله بتلقائيه طبعاً. وحقيقي وصادق يعني. طبعا هو كان زمن جميل فعلا يعني. هو زمن جميل. فنقدر مثلا دلوقتي نقول مثلا حاجه حاجه داخله فيها الحفناوي جدا مثلا جدا يعني. جدا بس يعني نفس طويل شوي تفضل يا سيدي.